جزاك الله خيرا سيدي زهير على هذه الفائده، اعتذر على المقاطعه. بغينا نشاركوا ان شاء الله تعالى الائمه نعم والوعاظ مرحبا والجاليه ديالنا، مرحبا بك نشاركوا جميعا الفرح، احنا مرحبا اسره مستر. واحده. نرحل الان الى فرنسا عند الاستاذ سيدي حسن بن مجدوب. سيدي حسن، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف الحال الاستاذ ديالنا؟ الله يكرمك اخي الكريم، حياك الله. اولا بارك اشكرك الله على فيك. هذا البرنامج القيم، واشهد الله عز وجل نعم، ثم اشهد كل المستمعين انني احبك في الله. بارك الله فيك، احبكم الله، احببتنا من اجله ونعتذر لك، تنعرفوا الاشغال عندك والمسؤوليه، لا واليوم مشكل يا اخي، عندك لا لا حافل ابدا. بالانشطه واعطيتنا الوقت، جزاكم الله خيرا سيدي والله حسن. هذا اقل شيء ممكن نعطيكم يا اخي الكريم، بارك الله فيك. ونبارك لكم ايها الاخ الكريم في هذه المناسبه العظيمه، مناسبه ميلاد الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم. نبارك لكل المسلمين بصفه عامه، وبكل والمغاربه بصفه خاصه ان شاء الله تعالى. ولا انسى ان احيي ضيفك الكريم سيدي زهير على ما قدم في هذا البرنامج، اشكره شكرا جزيلا، لان كل ما قيل والله في المستوى ونعيشه، وهو له التجربه بطبيعه الحال في فرنسا، يعرف احوال المسلمين في فرنسا ان شاء الله تعالى. بارك الله فيكم سيدي حسن. سيدي حسن بن مجدوب هو استاذ تبارك الله في العلوم التكنولوجيه، امام وخطيب مسجد ميرينياك ببوردو، ياك هكذا تنطق سيدي حسن؟ نعم اخي، نعم، مسجد ميرينياك بضواحي بوردو. يعني نعم ما شاء الله، مسؤول في اتحاد المساجد لفرنسا. وسيدي حسن يعني الحمد لله تيستقبل الائمه في رمضان بواحد الوجه بشوش، بواحد القلب، بواحد المحبه، ولمست منه يعني الحمد لله الايمان، محبته الوطن، خدمته الوطن، يعني سبحان الله هذا يعني شهاده لله لا نريد منها شيئا. هو رئيس جمعيه اسلاميه لسنوات. سيدي حسن، ربما تنتقاسموا نفس الافكار دابا مع سيدي زهير. نعم. مساله ديال القدوه، مساله ديال الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. عندكم متطلبات، انتم يعني عندكم مسؤوليه ديال عدد المساجد، وعندكم ارتباط بالجاليه هناك. كاين تحديات ربما اللي لخصناها في جوج ديال التحديات، عندنا انحراف الشباب وعندكم التطرف، هذا اللي لمستو في الزياره ديالي لاوروبا. يعني عندنا جوج ديال التحديات اللي يعني تتواجهها، شنو تقدم لنا في هذا الباب هذا استاذ؟ هو بكل صراحة يعني هي مشكلتين عويصتين، نحاول ما أمكن إن شاء الله أن نقدم ما في وسعنا. نعم. لحل هذه الأزمة. أضيف لها يعني مشكل آخر، هو يعني المشكل الأساسي هو أننا كيف نقرب هذا الدين لغير المسلمين. نعم. هذا تحدي آخر ومهم، والآن الحمد لله أصبحنا نحاول ما أمكن أننا نقوم ببعض الأعمال يعني في فرنسا لنقرب هذا الدين لغير المسلمين. فيما يخص المشكلين، المشكل الأول يعني هو الانحراف والتطرف، حقيقة هذه مشكلة عويصة نعاني منها. والمشكل الأساسي فين كاين؟ أن عدد كبير من المساجد عندنا هنا في فرنسا والله لا يوجد فيها إمام. عجيب. فكيف يمكن لمسجد بلا إمام يقدم هذا الدين، خاصة هذه المناسبة، مناسبة مولد الرسول عليه الصلاة والسلام، نقرب حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أشار الأخ الفاضل السيد زهير. نعم. يعني القدوة، تدريس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذه المشكلة الكبيرة. ولكن رغم ذلك الحمد لله، لرغم هذه الصعوبات، نعم، فدين الله سبحانه وتعالى ينتشر. قوي بذاته. والله عدد كبير من المسلمين الفرنسيين، من الفرنسيين الذين اعتنقوا الإسلام، يكفي فقط في مسجدنا في ميرينياك. عجيب. لك قصة بسيطة، يعني مباشرة بعد أحداث شغل يبدو. نعم. في مسجدنا في ميرينياك، والله أقسم لكم بالله إن بالغت أن في مسجد ميرينياك خلال شهر 36 واحد اعتنقوا الإسلام. في شهر واحد. في شهر واحد. نعم. وهذا جاء يعني طواعية ولا أنتم بديتم؟ جاءوا بعد الأحداث. سبحان الله. الأحداث دفعتهم ليسألوا عن دين الله، وجاءوا والله يوم الأحداث، أذكر كانت يوم الأربعاء، وفي المساء جاوني جوج العشية، وقلت لهم هذه الأحداث وهذه المصائب وهذا، قلت له هذا ليس الإسلام. رحتنا وفهمنا، قلت له هذا ليس الإسلام. فهذا هو المطلوب منا الآن. يعني حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحمة
اللهم انك الله رحمه للعالمين، انت رحمه كما اقول لكل الجاليه هنا، كلما اصعد على المنبر اقولها لهم بكل صراحه، انظروا ايها الاخوه الكرام، رسولنا رحمه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم الان غير موجود معنا. اين ستتجلى هذه الرحمه ان لم تتجلى فينا نحن المسلمين؟ يجب على غير المسلم ان ينظر الينا اننا رحماء. الان لما ينظر المسلم ينظر له على انه متطرف، ينظر له على انه بائع الحشيش، ينظر له على انه لص، ينظر له على انه يعني يكفي اخونا زهير ادرى بهذه الامور، يعرف هذه الامور. ولكن الحمد لله رغم ذاك الشيء انا اقول لكم يعني 16 نوفمبر هذا الايام هذه اللي فاتت كان عندنا لقاء، الحمد لله نعمل نرتبط، عندنا لقاءات كان نعملها مع غير المسلمين المسيحيين. وعندنا اتصال معهم دائم خلال رمضان يوم العيد. تخيل اخي الكريم يوم العيد عيد الفطر دائما ننادي عليهم يجيوا يحضروا معنا لعيد الفطر، يجيوا 20 30 واحد. والله اقسم لك بالله يا اخي الكريم يوم العيد لما قمنا للصلاه والله وقفوا ووجهوا اوجههم الى القبله. سبحان الله سبحان الله. وقفوا هكذا. وفي عيد الفطر هذا كما قلت لك اخي الكريم كانت لنا مفاجاه عظيمه، انهم جاوا اهدوا لنا مصحف قران. يعني هذو المسيحيون يعني هما المسيحيون جاؤوا بمصحف، هذا المصحف هذا القران يعني مكتوب بطبيعه الحال باليد بكتابه بروايه ورش. عجيب. وهذا الكتاب يعني مؤرخ 1838، احد الفرنسيين كان هناك يعيش في السنغال وهدي له هذا الكتاب وبقي عنده يعني يتوارث من ابي من جد الى جد لا حتى وصل الان. فيوم العيد لما نادينا عليهم جاؤوا، والله العظيم اقسم لك بالله الكريم اهداوه لنا. ان قلت لك ان المسلمين يبكون، كان المسجد مملوء، كان في اكثر من 6000 مصلي هذا اليوم. بارك الله ما شاء الله. اكثر من 6000 مصلي، فهذا المسيحيين يبكون والمسلمين يبكون. يا ما شاء الله والحمد لله. يعني هذا التعايش اللي تتعيشوه، يعني شوف في كاين المشكل، يعني واش الشباب ما عندهمش القدره على فهم يعني مقاصد الشريعه تتعاملوا مباشره. نعم تفضل. كما قلت لك المشكل الاساسي الان كان هو ان يعني الفراغ الموجود في المساجد. نعم. الان احنا اللي كنطلبوا يا ريت لو ان المسؤولين في المغرب يسمعوا هذا النداء. ان المسلمين المغاربة بصفة خاصة والمسلمين بصفة عامة هنا في فرنسا يستنجدون بعلماء المغرب، وخاصة أن المغرب يعتبر من أحسن الدول التي تمثل الإسلام. الحمد لله. من أحسن الدول، والله أقسم لكم بالله الآن بشهادة فرنسيين وبشهادة يعني العمال، بشهادة العالم يعني الحمد لله. يعني في إفريقيا، منطق فرنسا، يعني حتى في إفريقيا سيدنا دابا الآن إفريقيا الحمد لله. يعني الدول العربية، الدول الأوروبية، الحمد لله. يعني أصبح المغرب هو القبلة الحمد لله الآن الفهم التدين الصحيح. فلهذا يعني يا ريت لو ان المغرب يبعث لنا مرشدين، يبعث لنا علماء، فقط ليس فقط في رمضان. رمضان نعم. فترة وجيزة فيها خير كبير، ولكن يا ريت لو يكون دورات على كل السنة. نعم. ونحاولوا حنايا بدورنا لان عندنا احتكاك بعدد. ربما وزارة الاوقاف تقوم بهذا، ولكن يعني باقي خاص يعني المجهود اكثر. لا مجهود اكثر، لا خاص مجهود اكثر ان شاء الله. والا والله العظيم طيلة السنة. نعم. يعني نضيع وليداتنا كما قال الاخ الكريم قبيله، خصنا نضحيوا معهم. نعم. احنا نديروا الجهود. يعني حقيقه عدد كبير من الاباء مسكن يعني تغلبوا. نعم. الوضع ماشي بحال الوضع يعني بلد اسلامي، يعني الانحراف يعني اصبح شيء عادي. نعم. عادي يعني مسلم به. ف عفوا. نعم نعم عدد كبير من الشباب الان يعني يسقطوا في الانحراف بسهوله، لكن الحمد لله على نطاق التجربه ديالنا في مسجدنا نحن في ميرينياك. نعم. يعني اقول لك ان الان عندنا حوالي 600 تلميذ. تبارك الله. 600 تلميذ ندرسهم يوم السبت، يوم الاحد، ويوم الاربعاء المساء، من العمر 3 سنين حتى 14 سنه. وشنو تدرسهم سيدي حسن؟ ندرسهم الاسلام. نعم. ندرسهم سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، نحفظهم القران، نحفظهم يعني سميتو، وندرسهم كذلك والله ندرسهم كيف يتعايشون في هذا البلد، كنا في لو سيفيسم، كيفاش الانسان يعيش في هذا البلد. نعم. كيفاش يحب. نعم. مهم باش حتى يحبوا هذا البلد. نعم. الحال سميتو. وفوق هذا الان يعني افتتحنا معهد الحمد لله للدراسات الاسلاميه في مسجدنا. تبارك الله. الان عندي حوالي 60 طالب،
وهذا خاص فقط للناطقين بالفرنسية، وفيهم أكثر من 20 فرنسي مسلم تبارك الله يدرسون الدين. انا استغربت سيدي حسن، لقيت في فرنسا، لقيت وجدت فرنسيين يعني مسلمين ويحفظون القراءات، هما حافظوا القران، يعني اجتهدوا في الشريعه في باريس وفي غيرها. اني عجب، بقيت نستغرب يعني سبحان الله العظيم كيفاش الجهد يبذلوا في معرفه دين الله. وقلت لك اخر تجربه درناها يعني مع هذا المسيحيين، يعني كنا استضفناهم في بيت الله عز وجل، استضفناهم في المسجد، جاونا حوالي 120 مسيحي. نعم. دخلوا المسجد. يعني وعيبوا عليا بعض الشباب يعني المتطرف. نعم اكيد اكيد. وكيف سميتو؟ ولكن نعم. قلت لهم لو كنتم تعرفون سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل نصارى نجران في بيت الله عز وجل. صحيح. يعني هذا جهل هذا الجهل بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. استقبلناهم والله اهدونا شجرة زيتون. لا اله الا مغروسة في المسجد. سبحان الله. فرحنا رجعنا عندهم كذلك، يعني زرناهم في الكنيسة، احنا مشينا اكثر من 400 واحد زرناهم في الكنيسة، فكذلك احنا دينا لهم ما كنا من سيدي حسن. نخلع سيدي حسن، هذه درتوها مغربية. نعم اخي. هذه درتوها مغربية. مغربية نعم. حيت احنا في العرادة تبارك الله تمشيو كنا، تمشيو نعم الوليدات. كما تقول الله يرحم من زوجها، ولكن دينا معنا. انا مبسوط معك. دينا معنا. فهدينا لهم النخلة، هذيك النخلة والله البلدية تكلفت بها ب درعها في 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 باب الكنيسه ما شاء الله، وضع عليها لوحه مكتوب عليها هديه من مسلمي مسجد ميرينياك ما شاء الله. ما شاء الله. الاخر يعني لقاء عملناه في 16 نوفمبر، كان هناك لقاء يعني في عنوانه يعني بالفرنسيه سكون ابل لالتيريتي، يعني التقارب مع الاخر، مع الاخر. وكان يعني انا اعوذ بالله من قولت انا، وكان واحد المسيح يعني لو بريتر نتاع ليغليز، وكان واحد الفيلسوف من ستراسبورغ، يعني ثلاثه المحاضرين، وكان امامنا اكثر من 400 300 مسيحي ما شاء الله. والله اخي الكريم لما كانت كلمه اعطيت لاني كلهم وقفوا وصفقوا يعني اكثر من 10 دقائق. بس لي حسن هذا يفرح، يعني هذه هي الغايه، يعني ما شاء الله. لماذا يعني يقعد يعني هذه الخصومات وهذا الحقد وهذا؟ احنا نعيشوا في ارض واحده، لكم دينكم ولي دين، نحترم الاخر، وهذه هي شريعتنا. هذا جهلنا فقط يا اخي الكريم. نعم. هذا جهلنا بديننا، وهذا جهلنا بسيره حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللي كان رحمه للعالمين. انا كنقول لهم بكل وثر، انظروا صلاتك راك بينك وبين الله، راه بوحدك، واش الفرنسي غيستافد من الصلاه ديالك؟ نعم. راك كتصلي ما كيشوفكش، كتصوم ما كيشوفكش، كتحج ما كيشوفكش، ولكن المعامله بينك وبينه هي اللي مهمه. نعم. المعامله هي خصكم تتعاملوا معهم، انظروا اليهم، انظروا لهم بعين الرحمه، انظروا يعني تعاملوا معهم تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الصبي، كيف كان يتعامل مع اعدائه، كيف كان يتعامل مع كل الاجناس، كان كيف كان مع كل الاديان. فهذا الان الحمد لله يعني احنا في في في, في طريق الحمد لله نسير هذه الامور، والله سبحانه وتعالى نرجو الله عز وجل ان يوفقنا. بارك الله فيك. هذا الباب ان شاء الله تعالى اخي الكريم. جزاك الله خيرا سيدي حسن، وجعلك الله تعالى نورا ينير الطريق للمؤمنين بالحمد لله بعلمكم وبرحمتكم. وقال الحمد لله هذا كما قلنا الشهادة لله لمسناه منكم بأخلاقكم الحمد لله. فجزاكم الله خيرا، ونعتذر أننا أخذنا كمل الوقت ديالكم. الله يكرمكم. هذا بالعكس والله الكريم، هذا يعني شرف كبير، وأريد أن أقولها بكل صراحة للمستمعين، والله لكم كنز في المغرب، هو عن طريق أخونا محمد برع. الله يكرمكم. لأن زارنا في فرنسا وذهب إلى أحد المساجد، والله الآن يتحدثون بهذه أكثر الآن، من رمضان الفات حتى الآن يتحدثون عن أخونا محمد. الله يبارك. الله عز وجل أن يديم في صحته وأن يبارك له في علمه. أمين. وأن ينفع به إن شاء الله تعالى. وتحياتي لأخي زهير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخي الكريم. حياكم الله وبياكم سيدي حسن. عليكم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر سيدي حسن، وكذلك نشكر الجالية المسلمة التي تسمعنا بالخير.